مرحبا، اليوم رجعنا وياكم بحلقة جديدة من برنامج نوم. اليوم راح نوضح لكم كاميرا واي فاي نوع اسوار، اسم الموديل ASHDQ5MF واي فاي. تمتاز هذه الكاميرا بعدسة دقة 1 ميجا بكسل، تحتوي على مايك وسماعة للتحدث والاستماع للاصوات، تحتوي على حساس الحركة، نوع العدسة سيموس، تكون تحت ضمان لمدة سنة. راح نبين لكم اجزاء الكاميرا. هنا عندنا الكاميرا، ايضا كيبل الشحن، الشاحن. هنا مثل ما نشاهد الكاميرا بشكل صغير وعصري وجميل، مصنوعة من مادة بلاستيك، تمتاز بدقة 1 ميجا بكسل، تحتوي على مايك وسماعة، ايضا عندنا منفذ الشحن، الكيو ار كود الخاص بالكاميرا. هنا راح نثبتها بقاعدة التثبيت، تمتاز هذه القاعدة بالتثبيت المنضدي والجداري. هسه راح نبين لكم طريقة ربط الكاميرا بالتيار الكهربائي. هنا نربط المنفذ، وهسه راح نربط منفذ الشحن بمنفذ الكاميرا. راح نربط الكاميرا بالتيار الكهربائي. مثل ما نشاهد الآن عمل الكاميرا، وذلك بظهور الليد الأحمر الذي يبين عمل الكاميرا. راح أبدلكم طريقة تنزيل التطبيق الخاص بالكاميرا. مثل ما نشاهد عندنا باليوزر مانوال الخاص بالكاميرا، وجود الكيو ار كود الخاص بكل من نظام الاو اس والاندرويد. راح نفتح تطبيق الكيو ار سكانر، وناخذ مسح للكيو ار كود الخاص بنظام الاندرويد، نضغط على اوبن ويب سايت. مثل ما نشاهد ظهور التطبيق الخاص بالكاميرا. هسه راح نفتح التطبيق، انا منزل التطبيق سابقا، نضغط على اوبن، اضغط على كوك ريجستريشن، نختار البلد، نضع هنا ايميل خاص بالحساب او رقم هاتف، ندخل باسورد خاص بالكاميرا، اعادة مرة اخرى للباسورد، ونضغط على obtain the code وانتظر وصول الكود. مثل ما نشاهد وصول الكود الخاص بالكاميرا، نضغط على copy text، تم نسخ الكود الذي تم ارسله على رقم الهاتف. مثل ما نشاهد تم الانتهاء من عمل الحساب الخاص بالكاميرا. راح نسجل الحساب، نختار البلد من هنا، هنا نضع رقم الهاتف او الايميل الذي تم عمل الحساب معه، هنا ندخل الباسورد الخاص بالكاميرا ونضغط على لوجن. مثل ما نشاهد تم دخول الحساب، نضغط على edit device لإضافة الكاميرا. هنا نقوم بمسح الكيو ار كود الخاص بالكاميرا. مثل ما نشاهد تم إضافة الكاميرا. هنا نقوم بتفعيل جي بي اس ونختار allow all the time. هنا ندخل الراوتر والباسورد ونضغط على next، ننتظر حدوث الخطوات التالية. تم إضافة الكاميرا. من هنا نستطيع تغيير اسم الكاميرا أو اختيار الاختصاص، نضغط على OK ثم نضغط على مشاهدة. مثل ما نشاهد الآن تصوير الكاميرا، نرى هنا زر التقاط الصور، زر المايك للتحدث، وزر السماعة. هسه راح نبين لكم تصوير الكاميرا في احد مكاتب اسوار، خليكم ويانا يعني.